حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أن الوضع في قطاع غزة أصبح كارثيا. هذا وأكدت الوكالة أنه تم تعليق عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة بعد أن أصدر الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لمنطقة دير البلح في وسط غزة. أكد مسؤولون في الوكالة أن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع ضئيلة للغاية في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين.